والمباراة رقم 23 في الدوري تحديدا. لعبت الكرة طويلة الأمام، أول كرة أسوانية، لكن في صفارة من أحمد الغندور قريب من الكرة جدا، يصفر ويحسبها ضربة حرة لمحمد عبد المنعم. أصيب عبد المنعم، سلامات سلامات محمد عبد المنعم. يبدو ان كان في صدام او حاجه مع ايفونا. ادي ايفونا اهو، المواجهه المتكرره من بدايه المباراه، ايفونا وعبد المنعم. رفع ايده ايفونا، اصطدمت في وجه عبد المنعم، لكن سليمه ان شاء الله ويقوم ويكمل. خرج اليو ديانج ودخل مكانه عمرو السليع، تبديل مارسيل كولر اللي اجراه بين الشوطين. والان اصابه لمحمد عبد المنعم، والجهاز الطبي يتدخل. هذه كولر 61 سنة، مارسيل كولر. وفي آخر تجاربه التدريبية كان متولي تدريب بازل من 2018 ل 2020، ثم جاء في سبتمبر ليتولى المسؤولية الفنية والقيادة الفنية نادي الأهلي. بالمناسبة طبعا الفريقين لعبوا ماتش ودي، لعبوا مباراة ودية يوم 26 سبتمبر اللي فات، 26/9، وفاز النادي الأهلي 2-1 وديا، والآن رسميا متقدم 1-0 بهدف معلول. راح مليك إيفونا بيطمن على عبد المنعم وبيعتذر له على التدخل، وهيخرج عبد المنعم ويطلب الإذن بالنزول من الكابتن أحمد الغندور.